هنا البروفيزوار، هاد البروفيزوار عطاو لينا مدة ديال 12 شهر اللي داروا معنا، داروا معنا 12 شهر سيدنا الله ينصرو ويا ربي تشافيه وتكون معاه يا مولانا هادي بعدا اصلا بغيت نقولها يا ربي تشافيه وتكون معاه، هو اللي عطانا البروجي ديال المرسى. غادي 12 شهر ان شاء الله غادي يبداو سميتو غادي يعطي يسلمونا المحلات تما البروجي جديد، ودابا هنا بروفيزوار مي هنا مازال ما معروفش مزيان، مازال ما دايرينش لينا لي بانو باش يعرفونا الناس وباش يعرفوا الناس، كاينين الناس من اكادير دابا ما كيعرفوش هاد البلاصه هادي فهمتي. وبالنسبه للرواج راه ماشي بحال البلاصه اللي كنا فيها بحال قلتي النص بالنص تقريبا فهمتيني، حيت هنا باقي مازال ما معروفش. الله كنطالبوا زعما السلطات يديروا لنا لي بانو على حساب الاشهار، على حساب الاشهار باش نتعرفوا هنا في هذه البلاصه، حيت كاينين الناس كيجيو عندنا ولكن ما عارفينش فين يجيو فهمتيني. اون بلوس بالنسبه للرواج دابا الله قلنا زعما كاين بسم الله الله بدينا بغينا نديروا واحد الافتتاح صغير لهنايا ان شاء الله باذن الله بمعاونه ديال الجمعيه ديالنا ان شاء الله، وكنتمناو خير من سيدي ربي. المهم لو سميتو الشهورات اللي عطاونا 12 شهر اللي داروا معانا، قالنا ودي 12 شهر راه غادي ترجعوا للمحلات ديالكم، واخا جينا هنا حنا بحال بدينا من الاول فهمتيني، بدينا من الاول قادينا محلاتنا وقادينا شويه ديال الصاير كاين وما كاين ما دعمنا بوالو ما والو فهمتي، حنا دعمنا روسنا بروسنا وجات مع هذا الوقت هذا لابيريون ديال العيد الكبير وسميتو الناس شويه مزيره، ودابا راه حنا الله كنديروا سميتو باش نعرفوا هذه البلاصه مزيان. فريتور دابا فريتوره في البلايص اخرين كدير 75 درهم، حنا عندنا فريتوره هنا ب 45 درهم فيها الكالامار وفيها الكروفيت والصول والمينا، وبالنسبه للحوت شويه كيبدا من 70 درهم، وبالنسبه للكروفيت رويال راه هذا كيكون الكيلو 300 درهم الكيلو، يعني لي بواسون رويال اللي ما كيعرفوهمش ما كيدومونديهمش. بالنسبه للناس بزاف كيتشكاو من لو بري وداكشي، ولكن بالنسبه كاين الناس تيجيو دابا كيبقاو يدومونديهم ولكن هو ما عارفش لو بري، ما كيحددش معاك واحد لو بري، ماشي كيقول لك عطيني واحد جوج فريتور وعطيني هذه وهذه باش يعرف لو بري اللي عنده، حيت ديجا الا كنتي جلستي في شي بلاصه راه غتجمعي لو بري ديالك بالنسبه اللي مادام انك كدوموندي لو بري شحال الثمن راه غتعرفي اشنو. حنا عندنا واحد المشكل هنا هو دابا الكيان بزاف مازال ما عرفوش تحولنا هنا، حنا التحويل هذا جانا على غفله، الناس بزاف دابا كيجيو مازال ما عارفين واش كاين هنايا ولا ما كاينش، وكاينين بعض الشيء بعض المشاكل هنايا، كاين بعض الفوضى، هادشي ما منظمش، مازال فاش كنا في السوق الاولاني كنا مقادين كان داكشي مبين، دابا ما باينش، دابا كيجي كاع شي واحد كيسول عليك ما تيوريهوش فين كاين نتايا، كاينين شي بعض الناس على برا تيديروا العرقله للكيان بزاف. تيخرجوش كاين يدور على خاطرو يمشي يقلب على هاد من تيجي ولا تيكين، هاد المشاكل اللي كاينه في هاد السوق فاش جينا، وتا السلطه ما عمرها جات عندنا هنا ولا تناقشات معنا في هادشي، من نهار جابونا لهنا ما عمرتو جات سول فينا. كاين بزاف د الامور بحال انت شوفي بحال دابا هو الصداع دابا الناس كاين دابا. اش كطلبوا دابا؟ كنطلبوا السلطه تجي تشوف هنا ويديروا لنا شي امن يكون هنا شي امن، لان ما كاينش الامن هنايا. كاين شي مشاكل على برا بزاف دابا كاينين، خرجي كاع على برا غتشوف شنو كاين على برا. تجي خرج على الكيان تا هو يدخل ويدور ويتسرع على خاطرو داير به ثلاثة أربعة الناس، هذا هو المشكل اللي عندنا هنا في سوق السمك فاش جينا هنا، هذا هو المشكل اللي كاين دابا. حتى المهام ديالنا هنا هو كنبيعوا الحوت فري لجميع الأشخاص، أي واحد جا لهنا كيخصو ياكل الحوت مزيان، وهذا التنقل اللي وقع لينا حنا هو تنقل غير 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 ما كانش في البال، وحنا الآن كنضروا بالحرارة اللي كتوقع ما بين هذه الجبال هذه ديال اكادير وفلا، عطاونا لمده سنه وحنا كنتمناو باش السلطات المحليه دير معنا شي حل اللي هو راضي جميع التجار ديال السمك هنايا. التنقل ديالكم كان شي رواج؟ قليل اخويا قليل كان الرواج، ولكن الرواج قليل بالنسبه للمكان اللي كنا فيه، كان مكان زعما ملائم وكان فيه الرواج كثير. دابا راه بعض التجار هنا راه سادين المحلات ديالهم ويمكن كاع تشوفهم من ضمن هاد الناس هادو، وبعض شي ناس هنايا حتى هما سادين المحلات ديالهم، لان انت كتشوف الكليان بعيد عليهم المحل، والثمن شويه ديال السمك ثمن غالي